اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده شعبير مباشره من الدار البيضاء. انا سي ودي نور الدين ودي غني على التعريف. اليوم اللي غيرد لنا على هذيك الخرجه، ما عرفتش الخرجه الاراديه او الغير اراديه ديال الفنانه سناء عكرود. سي ودي، نعم سيدي، اش بان لكم في هذه الخرجه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء هو شادي نقول لك هاد الممثلة المغربية وهاد اللي هي مخرجة سينمائية مشهود عليها بالأخلاق وبالعفة، وعلما أنها من الجنوب، من تارون، من منطقة محافظة، وهي مثقفة، ماشي من هذاك الممثلين أو الفنانة اللي داخلين بالعشوائية. فإحنا نقدرها وهي معروفة ومعلومة ومحبوبة، ولكن حينما تقول هذا الكلام أنها متزوجة وترغب في زوج آخر وتشتهيه، إذا أخذ الإنسان الكلام من هذا المنحى هذا تعتبر بأنها تفكر في رجل آخر، وهذا كلام ساقط لا ينبغي يكون لا من ناحية الدينية الشرعية ولا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية الاجتماعية. ما يقبل حتى شي رجل مغربي أو رجل مسلم، بل حتى الغربيين اللي فيهم اللي عندهم الحلال قضية حرية التعبير وقضية الفراق بدون طلاق، ما تقبلوش هذه الأمور هذه. فتبقى حتى الحيوانات أحيانا عنده غيرة على زوجته وعلى شريكه. احنا ما فهاد الممثلة بدات تلعب بهذا المصطلح اللي درته كمقدمة، وعارفش بدات تتكلم على الخيانة وشنو أسبابها، واش الراجل ما تهتمش بمراته وتتنصحوا انه خصو يهتم بالمراه ديالو، وان المراه لا تهتم بزوجها حتى تخونه، وعارفه توني تهدي ليه وتعامل معاه مزيان وتوني فكر راه. فالمهم هي تدير الوسواس بطريقه عشوائيه. وهنايا كاين واحد مجموعه النقط، لماذا الحديث هذه السيده في هذا الوقت الان؟ نحن في حرب صهيونيه صليبيه على المسلمين على الفلسطينيين في غزه، وجميع القنوات لا تريد الحديث عن القضية الفلسطينية وعن قضية حماس وعن قضية المقاومة. الحديث أداء تتقاوم أنهم تديروا السهرات يتكلموا في مواضيع كثيرة مختلفة، وهذا الحديث بالذات لا يريدون الكلام فيه، بل منهم من بعض الدول من يريد أن تسحق حماس ويبقى العز لإسرائيل. حتى قال أحدهم من المغاربة نحن إسرائيليون بل نحن فلسطينيون، وما تفرق المسلم العربي عن بعضه، بل المغاربة والفلسطينيون بلد واحد. هذا هو الحديث الساعة الذي ينبغي أن نتكلم فيه، أن نقف وقفات، أن نكتب البيانات بالاستنكار والاحتجاج، وأن نحاول أن نقدم المساعدات وأن ندعو معهم، وندعو مع الصهاينة الغاصبين الذين يدمرون ويبيدون الشعب الفلسطيني بشكل وقح بلا إنسانية. بل حتى الدول العربية الدول الغربية استفاقت، الشعوب ديال الدول الغربية، لو شتي أمريكا ولندن وفرنسا وكذا، اللي الرؤساء ديالها في الحملة الصليبية مع إسرائيل، الآن بدأت المعالم تتبان بأنهم مع القضية الفلسطينية، مع الشهداء، مع ضد قتل المدنيين. بل أن أقول وارجع السطر أن حماس أو فلسطين انتصرت على إسرائيل، وهي بداية لزوالها. هذا الموضوع الأول هو اليوتار. ثانيا، الموضوع الثاني هو أنها تساند ما يقوله وهبي. وهبي تقول بالعلاقات الرضائية وعدم تجريمها. إذا أنت متى تقولي أن المرأة التي تشتهي الرجل ما كاين باس انها تربط معاه، لان ما دام ان الزوج ما يهتمش بها او هذا القبيل او الزوج حتى هو تمشي طريقه اخرى. فلهذا هذه الممثله هذه تثير الزوابع والشبه في العلاقات اللي هي غير معروفه، هو طابو مسكوت عليه، لا نتكلم عليه ولا نفتحه باش ما ينتشر بشكل كبير.
فانت يا تدري واحد الموجة بواحد الطريقة اللي هي سينمائية هو القضية التمجيدة بلا بأس فيها، وأنها أحيانا هي ولو أنها تقول أنها أوهام وتصرفات مجمعة في العقل ديال المرأة. أنا شافت هذه الإسلام حينما تكلم عن الحجاب وعن التستر وعدم إظهار الزينة، هذا هو الأمور. الأستاذة ابتعدت ابتعادا بعيدا عن التربية اللي تربتها في بيتها مع والديها، هادشي ما تتكلمش فيه وعيب وعار. ونحن في دولة مسلمة، الدولة تحترم القيم تحترم العقيدة، هاد هي تتلاعب بالميثاق الغالي بالعقد. واش عقد الزواج ما بين الرجل والمرأة تفرض عليها أن يأخذ جسدها وروحها وما تفكر فيه؟ فمعنى أنها تقول لأن المرأة تتشهى واحد الراجل بصورة معينة رم عنده علاقة بالعقد ديال الزواج، فلهذا هي تثير الزوبعة في أمر وتبقى تتسلل منها بأنها ما قالتش كلام، ولكن بغات تقول لكم بأن هذا ما يقع من الخيانات الزوجية ما بين الرجل والمرأة أسبابها أن المرأة تتشهى والراجل تتشهى، ولكن سات بأن ينبغي أن نكون وقافين على حدود الله. ماشي بشرط تكون مجوج، ولكن ما دام أنني مسلم ينبغي أن أكون متخلقا. ولهذا قال أرأيت الحم، قال الحم الموت. فالمرأة من تكون منضبطة في أخلاقها داخل بيتها مع خوت الرجل وعائلة الزوج للرجال وهو مع زوجته اللي هما نساء، من تكون هذيك المفارقة وهذاك الجمع اللي هو تكون جانب أخلاقي وتربوي وديني، الناس تحترم بعضياتها. أما أنت تفتحي هذا الطابو اليوم تتكلمي على قضية العلاقات الرضائية بشكل من الأشكال بأن راهي أوهام وتصرفات تتجمع المرأة، فعلا أن الدين الإسلامي لا يحاسب النفس بما يحدث به نفسه، ولكن هذيك حركيته وهذاك فعله هو الذي ينبغي أن يحاسب عليه. هي دابا كأنها تجرهم، فلهذا هي فتحت باب لا ينبغي أن يفتح، وكأنها تزكي ما ذهب إليه وهبي، هذا الأول. ثانيا واش هذا الوقت هذا هي ممثلة ومعروفة تتحدث في أمر إحنا في 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 محنة، إحنا راه خصنا نطيحوا العالم المغربي ونحزنوا على هذا الشيء اللي توقع في فلسطين. من تتكلمين لي على العلاقات الرضائية وعلى قضية الجنس وكأن تتبغي توهبي أن الرجل يمتلك الجنس فقط يمتلك الجسد. وثانيا أنت إذا كنت فعلا ممثلة ومخرجة وكتبي وديري هذا السيناريو وخرجي كفيلم ما تقدريش، فلهذا أنت تتحدثين بواحد الطلاقة انجذابية، الناس كلهم تجروا لك أنك مأدبة وتدير التحليل على النساء. فعلا النساء راه بواحد الشكل من الاشكال ملي تتفتح لهم هذا الباب يفتح. وبينه وبينك بهذه العباره انت قواده، ترجع بانك تقودين الزوجات الى الفساد، تتحلي لهم واحد البيبان بان هذا ما فيهش مشكل تهمي، اذا فتحي لهم حتى قضيه الاستمناء والسحاق وغيره. فهذه الامور هذه ينبغي ان نبقى على قيمنا على هويتنا على اخلاقنا على ديننا، ولا نبغي نحدث بهذا الشيء، لان هذه الحداثه ان المراه تحدث بحداثه الغربيه. الغرب عنده مواقف عنده تصورات، هذيك التصورات مخالفه لاخلاقنا مخالفه لديننا مخالفه حتى للوطن ديالنا. فلهذا من تتكلمي بهذيك الطريقه انك تديري هذيك الدعاره السهله والعلاقات الرضائيه لا باس منها. وشكرا. لا ماشي تعتذر، خصها تبعد من هذه الامور هذه، لان هي تبارك الله عليها عندها واحد الميدان ديالها، هي ليست بمربيه ماشي فقيها ماشي قانونيه ماشي حقوقيه، عندها واحد التوجه ما شغلها، ولكن فيه من الادب والاحترام تبقى دابا تصور. دابا نعطيك مثال، نحن الان نحارب ديزني لانها تساند المثليه لانها تساند اسرائيل، فلهذا وليداتنا تنقول لهم هذه الماكله ما تاكلوهاش لانها تتعاون اسرائيل. هذه الافلام بابا امام وليداتنا تنقول لهم ما تبقوش تفرجوا فيهم لانهم تيمشيو للمثليه وغيرها. هذه تصب في هذا الصب، هي خاصه تكون مبدعه ان تدافع عن فلسطين وهي تدفع عن فلسطين. اذا دفاعك عن فلسطين ما تكلمش في هذا الموضوع حالي، اذا انت واش مكريه؟ واش كراك شي واحد باش تكلمي؟
واش باش انهم ينساو القضايا الدينيه والشرعيه وغيرها. فلهذا انت تتكملي وهبي في التصور ديالو ديال عدم تجريم العلاقات الرضائيه. وشكرا.